لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية وحتى الدولية، ولكن نبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت هيومان رايتس ووتش تؤكد أن عدد المفقودين في العراق منذ عام 2014 يصل إلى 1 مليون شخص. في صحيفة المدى، حراك برلماني جديد على خلفية الخدمات في الموصل. في موقع كتابات العراق يقرر مد أنبوب نفطي جديد إلى تركيا عبر محافظة كركوك. في موقع الجزيرة نت، محاولات ترامب تسوية قضية الحدود تصطدم بجدار ديمقراطي. في صحيفة العربية الجديد، ترامب يعلن خطته بشأن الهجرة لإنهاء الإغلاق الحكومي. في صحيفة القدس العربية، الصادق المهدي يدعو إلى تحقيق أممي في احتجاجات السودان. وفي صحيفة الحياة، التحالف يبدأ عملية نوعية في صنعاء تستهدف شبكة طائرات مسيرة. السلام عليكم. ألقت زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة بعضاً من الوضوح على توجهات السياسة الخارجية الأمريكية في مرحلة تواجه فيها تلك السياسة حالة من الارتباك وربما الاضطراب الذي انتقل إلى عقول حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. ويلاحظ من تابع خطابات وتصريحات بومبيو تركيزه على التأكيد على ثوابت تلك السياسة في هذه المرحلة في المنطقة. هذا ما جاء في مقال للكاتب طلعت رمايح في موقع الهيئة نت. وفيما ورد في الخطاب والتصريحات وما جرى التركيز عليه من خطوات وما رافقها من تحركات خاصة في العراق، يمكن القول بأن الخط العام للسياسة الخارجية للولايات المتحدة يقوم حالياً على عدم التحرك بالعضلات العسكرية بقدر ما ستتحرك عبر أدوات القوة الناعمة خاصة الاستخبارية منها، وهو ما يظهر جلياً من تأكيد بومبيو على إخراج آخر جندي إيراني من سوريا بالوسائل السلمية وفي مخاطبته للشعب الإيراني بالتحرك. لقد ظهر خلال زيارة بومبيو للمنطقة أن السياسة الخارجية عادت إلى حالة ضبط المصنع على صعيد الحلفاء، لكن مع تحميل الحلفاء كلفة الدم والمال المطلوب لإدارة الصراعات والحروب، وهما سيدخل المنطقة في دوامات فتن وحروب أخرى. وهو ما ظهر في محاولة جر تركيا إلى صراع دموي في سوريا وإعادة إحياء نعرات الصراع بين الأتراك والعرب، وفي محاولة صناعة صراع إلهائي تلفزيوني في العراق. وفي كل ذلك تبدو السياسة الأمريكية ستعطي للقوات الصهيونية دوراً أكبر في قيادة الحروب القادمة، وهو ما سيجري وفق تحالفات جوهرها إعادة القضية الفلسطينية إلى نقطة الصفر. لقد بدت السياسة الخارجية خلال ما مضى من حكم ترامب مضطربة وبلا عناوين واضحة، وهي تحولت في الأسابيع الأخيرة إلى وضع الاهتراء جراء ما حدث بشأن قرار الانسحاب من سوريا. لقد قدم ترامب مبررا للانسحاب في تغريدته الأولى على موقع تويتر، أي تحقق هزيمة تنظيم الدولة ثم تراجع عنه، كما أعلن عن توقيتات الانسحاب وعاد ليغير التوقيتات مرة بعد أخرى. النظام الإيراني يرى في الأرض العراقية بما فيها الوجود الأمريكي مصدرا للمناورة لتخفيف العقوبات وابتزاز العراقيين والعالم، بحسب مقال للكاتب حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية. يمكن توصيف زيارة محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني للعراق بكونها زيارة تفقدية لرعاياه من أحزاب وقوى سياسية واقتصادية وقوى أخرى مسلحة، للاطمئنان على واقع العلاقات بين أطراف العملية السياسية وللوقوف على آخر
مستجدات تواجد القوات الأمريكية وأطروحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في جولته الأخيرة، وخاصة ما يتعلق منها بالدعوة إلى حضور مؤتمر بولندا وما قد يسفر عنه من تشكيل تحالف دولي لا يبتعد كثيراً عن التحالف الدولي للحرب على تنظيم داعش. زار ظريف العراق الغني بالنفط والثروات الطبيعية وفرص الاستثمار الواسعة في مختلف الأصعدة، وفي المقدمة منها إعمار المدن المدمرة بالإرهاب أو بالفساد وانفلات السلاح وهيمنته على مصادر القرار. لذلك اختتم لقاءاته التجارية والاقتصادية بقمة جمعته بقادة ميليشيات الحشد الشعبي في مفارقة تلخص لنا رؤية نظام ولاية الفقيه للسلطة في العراق، وتحديدا مفاتيح الفكر الاستثماري والتنموي والراعي لمرحلة البناء والإعمار والإصلاح في العراق. يخاطب وزير الخارجية الإيراني قادة الحشد بكلمة يجب، وهي كلمة يحذر منها الإعلاميون والصحفيون عند تداولها، لأن فيها لهجة آمرة تصدر عادة من القادة لمن هم في إمرتهم لتنفيذ القرارات والمضي في أداء مهماتهم بحذافير ما يوجه إليهم. ويجب هنا استخدمها ظريف لإعطاء الفرص الأكبر في إعمار العراق إلى الشركات الإيرانية التي ينبغي تفضيلها على الشركات الأوروبية والأمريكية، ويعلل ذلك بقلة النفقات الأمنية لأن الشركات الإيرانية وبصريح العبارة وبثقة متناهية لا تحتاج إلى من يحميها من الإرهاب، ثم استدرك بوجود قوات الحشد الشعبي. ظريف تحدث إلى قادة الميليشيات باللغة الفارسية وأملى عليهم تعليمات ولاية الفقيه في تسخير الموارد العامة لتخفيض آثار العقوبات بزيادة التبادل التجاري. والحقيقة زيادة استيراد المنتجات الصناعية والزراعية الإيرانية التي يشتكي منها العراقيون لعدم جودتها أو لتزوير تأريخ انتهاء صلاحيتها، وهي مشاكل مزمنة تشهد عليها المنافذ الحدودية والأسواق وجموع المستهلكين، ولتلك الحقائق شجون وخسائر في الثروات وفي أرواح الأبرياء. من يحاسب العلاق؟ عنوان مقال للكاتب علي حسين، حيث جاء فيه: منذ أشهر وأنا أبحث عن أخبار النائب السابق علي العلاق، لأنني مثل غيري من ملايين العراقيين ننتظر طلة الرجل الذي يرتبط دائما بعلاقة سحرية مع مكتب رئيس الوزراء، وقد اكتشفت أن الأمر ليس صدفة، فنحن نراه في الحكومات الثلاث مدافعا شرسا عن رئيس الوزراء. وجدت الرجل يعود لهوايته القديمة ويبدأ في كشف سر طريف، حيث أخبرنا أن إقصاء طارق الهاشمي ومن معه العيساوي والعلواني ليس لأنهم ارتكبوا مخالفات أمنية يحاسب عليها القانون، ولا لارتباطهم بجهات مسلحة أو القيام بأعمال إرهابية كما أخبرنا القضاء، ولكن لأنهم لا يحترمون المسؤولين الإيرانيين عندما يزورون العراق ولا يذهبون لاستقبالهم، ولهذا حذفوا من الجلوس على تقاسم الكعكة. ويكمل السيد العلاق أن المتبقين من ساسة السنة الكثير منهم هادئون وعقال، أما من يخالف فسيحذف أيضا ولا مكان له في نعيم المناصب والمنافع. إذن لا يحتاج العراقيون إلى سياسي عراقي وطني يدافع عن مصالح العراقيين ويعمل على خدمتهم، ولا يهم إن مارس المسؤول أو السياسي الخديعة والنصب على من انتخبوهم أو حتى الإرهاب، المهم أن يكون موقفه من الإيرانيين واضحاً. التهليل والتأييد والقبولات على الوجنتين منذ أشهر، والمواطن العراقي مشغول البال بأحوال تشكيل الحكومة الذي تأخر بسبب كرسي فالح الفياض، ونحن نسمع ونقرأ أن الجارة العزيزة إيران لن تقبل بغير فالح الفياض وزيراً للداخلية. ألم يحن الوقت لمراجعة أخلاقية شاملة تجعلنا نطرح السؤال المهم؟
هل يجوز أن نجد مسؤولاً وسياسياً يستولي على المناصب ويتقاسم المغانم ويتقاضى أعلى الرواتب ويتمتع بأرقى الامتيازات لكنه يناقش قضايا البلاد في دول الجوار ولا قانون يقف بوجهه؟ ربما نحتاج إلى طرح سؤال عادي جداً، هو من يحاسب المسؤول الذي يفضل إحدى دول الجوار على بلاده؟ هنا يتساءل الكاتب. لعل ما يخشاه الفاسدون من أصحاب القرار والذي ركز عليه أغلب المحللين وخبراء السياسة المالية والاقتصادية هو مناقشة الفرق الشاسع والمريب برواتب موظفي الدولة في جميع المؤسسات الحكومية، ويعد البذرة الفاسدة لشجرة منخورة نمت وتفرعت لتكون منهاج دولة مترهلة وسط فضاء واسع بين أدنى وأعلى راتب حكومي لإنسان واحد له معدة واحدة ومشاعر واحدة. فقد يستلم أحدنا 170,000 والآخر 40 مليون دينار، بحسب الكاتب أياد السعيد في مقال بصحيفة الزمان العراقية. ولعل الفرق الشاسع والمخبوء أيضاً بين موظف راتبه 400,000 دينار وآخر خريج دورته تعين ب1,400,000 لأنه من إحدى العائلات التي باركها الرب والمتسلطة أو موصى به من حزب حاكم فمنحوه أرضاً وقرضاً وغيرها من مظاهر الفساد والظلم المعيشي، كلها لو استثمرها أي حراك سلمي للتغيير سيكون نارياً وعنيفاً وربما يطيح بكل العملية. لذلك فالشارع يغلي وبحاجة إلى حركة حكيمة يقودها خبراء المال والسياسة المالية والاقتصادية وليس السياسيين لتصحيح الوضع الحالي قبل انفلات حراك الفقراء المتناسين رغماً عنهم مآسيهم، ولكن الجوع كافر وربما يزلقهم لما لا تحمد عقباه ويخسر المتسلطون كل شيء. نريده تغييرا ثوريا سلميا عادلا، ولكن هذا لا يتحقق إلا من خلال الكتل السياسية المفوضة من قبل الشعب دستوريا، وهذا غير مجد لأنه سيكون أيضا توافقا سياسيا وحصصا كما تعودوا. نحن بحاجة إلى ثورة لا تتعارض مع الديمقراطية تجعل أول هدف لها تصفير الدولة بمناصبها ورواتب موظفيها ووضع سلم رواتب عادل. ويضيف الكاتب: نحن بحاجة إلى ثورة لا تتعارض مع الديمقراطية تجعل أول هدف لها تصفير الدولة بمناصبها ورواتب موظفيها ووضع سلم رواتب عادل يوفر الحد المقبول للعيش الكريم لا يجوع فيه أحد، وسيوفر مبالغ كبيرة من المال يمكن توزيعها بين الفقراء لردم الهوة الحالية، وستتوثق العلاقة بين المواطن والدولة ليحترم قوانينها ويحافظ على المال العام. في غياب أي إرادة سياسية أو شعبية لوقف التدهور الذي تشهده الساحة الفلسطينية على المستويات كافة، هل تشكل خطوة حل المجلس التشريعي غير القانونية الشعرة التي ستقسم ظهور الفلسطينيين وتؤسس لمرحلة جديدة من الخراب؟ وربما لن يتمكن الشعب الفلسطيني بعدها من الوقوف على قدميه سيما مع انتهاء ولاية الرئاسة الفلسطينية أيضا، أم هي الشعرة التي ستقسم بعير الخراب وتمهد لصحوة سؤال فلسطينية شاملة طرحته الكاتبة سامية عيسى في مقال لها بصحيفة العربي الجديد. حل المجلس التشريعي خطوة مريبة ومتقدمة جدا في تكريس الانقسام جغرافيا وسياسيا بما يمهد لإنهاء القضية الفلسطينية بعد عقود من التجارب النضالية المتعثرة التي قدم فيها الشعب الفلسطيني تضحيات خيرة أبنائه وبناته وخسارات تفوق المخيلة الإنسانية في سياق يبدو ممتداً ولا يتوقف إلى أن يعم خراب لا عودة منه ولا مفر، فيما الشعب الفلسطيني ما زال يتخبط ويتذمر تذمر العاجز فاقد البصر والبصيرة
وإن تحرك لفعل شيء فغالبا ما يطغى على تحركاته الطابع العاطفي والآني قصير الأمد، أو تحركات خبط عشواء حتى في تراكم كمي وفق خطة واضحة طويلة الأجل تؤدي إلى تحول نوعي. فعلى مستوى الشارع أو الطليعة الشبابية الصامتة غالبا كانت النضالات تأخذ طابعا موسميا يفتقد التنظيم طويل الأمد، لكن ما يحدث من تطورات مرعبة على المستوى العربي ينذر بمزيد من التدهور، ويتطلب من الفلسطينيين مزيدا من العمل النضالي النوعي لاستباق ما يخطط لهم في الخفاء. قد يكون النداء الأخير، سيما أن الشارع الفلسطيني سائم من نفسه ومن مواصلة حالة اللامبالاة، وبحسب مراقبين كثيرين سواء في الضفة أو غزة وحتى في مخيمات اللجوء المهملة والمهمشة، ليس محليا أو دوليا بل فلسطينيا أيضا، على الرغم من الخشية من أن يؤدي العصيان الشعبي إلى منزلقات خطيرة في ظل الظروف السياسية والمعيشية والمعنوية الصعبة والمعقدة، والذي يتطلب استعدادا وتنظيما نوعيين كي لا يؤول مآل العصيان أو الانتفاضة القادمة على قوى الأمر الواقع إلى المآلات التي آل إليها الربيع العربي. على مدار سنوات الأزمة السورية طرح خيار المنطقة الآمنة عدة مرات، خصوصا من الجانب التركي الذي كان يرغب مع بداية الثورة في تشكيل شريط حدودي آمن يحمي النازحين من بطش النظام أولاً ويخفف من وطأة الهجرة إلى الأراضي التركية ثانياً. من الواضح أن ترامب يميل إلى قوى مشتركة تهيمن على المنطقة الآمنة كحل وسط يرضي تركيا من جهة ويؤكد الموقف الأمريكي، بحسب مقال الكاتب حسين عبد العزيز في مقال بموقع عربي 21. ومع إعلان ترامب مؤخرا نيته تشكيل منطقة آمنة في شرق الفرات، عاد الحديث مرة أخرى عن ماهية هذه المنطقة وعن إمكانية إنشائها بعدما فشلت كل المحاولات السابقة. وهل ترامب جاد فعلا في إقامة هذه المنطقة أم لمجرد تمرير الوقت؟ الصعوبات التي تواجه تشكيل المنطقة الآمنة لا تتعلق بطول المسافة، سواء كانت على كامل الشريط الحدودي من عين العرب في محافظة حلب غرباً إلى المالكية في أقصى الشمال الشرقي من سوريا، أو أجزاء من الشريط الحدودي، ولا تتعلق أيضاً بالعمق الجغرافي داخل الأراضي السورية. الصعوبات مرتبطة بمسائل أخرى، منها إجرائي متعلق بالشروط العسكرية التي يجب أن تتوافر لإنجاح هذا المشروع، ومنها استراتيجي متعلق بمستقبل الهيمنة على هذه المنطقة ودور الأكراد فيها. المنطقة الآمنة تطرح بالضرورة مسألة حظر الطيران الجوي، ومع أن المفهومين منفصلان نظرياً إلا أنهما متداخلان على أرض الواقع حسب ما بيّنت التجارب التاريخية في العراق والبوسنة والهرسك وليبيا، إذ لا إمكانية لإقامة مثل هذه المنطقة دون حظر للطيران لحماية المنطقة من أي عدوان خارجي أكان من تركيا أو من النظام السوري. عند الحديث عن الحرف اليدوية في الأردن بوصفها فناً وصناعة سياحية وتزيينية مميزة، يبرز في المقدمة اسم الخزافة والخطاطة المختصة بالحرف التقليدية منال النشاش. فرغم أن ذلك القطاع بوصفه نشاطاً فنياً وتجارياً وسياحياً احتكره بشكله الاحترافي الرجال منذ أجيال، فإن منال اقتحمته بقوة متسلحة بموهبتها وثقافتها البصرية الرفيعة وبإرادة قوية راسخة لا تلين أمام تعليقات أولئك المشككين دوما في قدرات المرأة وبراعتها في العمل. الخزافة الأردنية منال النشاش تعمل في هذا المجال منذ 3 عقود، وهي تستلهم من الصخر صلابته ومن الطين ليونته، تقف أمام أفران الخزف الضخمة لساعات طويلة، تجول في أرجاء الأردن في البوادي النائية والأرياف وأحياء المدن الفقيرة، تعلم السيدات والرجال وحتى أطفال المدارس تلك الحرفة. وقد أسست جمعيات عديدة لإنقاذ أسست
جمعيات عديدة لإنقاذ الحرف اليدوية من الاندثار، أهمها جمعية صناع الحرف التقليدية. ومثلت الأردن في ملتقيات متخصصة قدمت فيها خبراتها ورؤيتها لتقديم منتج جمالي وسياحي يستوحي التراث من منظور معاصر، فحازت على التكريم في الصين ومصر ولبنان وفي دول خليجية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.